تحيه اعزاز وشكر لرجال القوات المسلحه. لهم منا جميعا كل الشكر. في البدايه احب اكد على اهتمام حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه على التقاط الخدمات المقدمه للاسر الاكثر احتياجا من خلال تقديم برامج اجتماعيه واقتصاديه لارتقاء بمستوى معيشه المواطنين جميعا. منها على سبيل المثال للحصر برنامج تكافل وكرامه. وفاء حليم شيك ب 5000 جنيه. اسماء حمدي محمد